بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام البنات، منا تكونوا بخير. اليوم كما راكم تشوفوا جيتكم بواحد الكيكة، كيكة السبع ملاعق. واحد الكيكة واش نقول لكم، تجي ما شاء الله بواحد الطبقة تاع الفلو، تجي واحد البنة خاصة الا خليتوها تبرد مليح. حنا نبداو بالمقادير. كما راكم تشوفوا عندي زوج حبات بيض درجة حرارة الغرفة، عندي سبعة ملاعق سكر حبيبات. هنا البنات بنفس يعني الملعقة الكبيرة عادي تاع الطعام تكيلوا بها السكر والحليب والزيت وأيضا الفارينة. هنا كما راكم تشوفوا حطيت قليل من الفانيليا، قرصة ملح، نضربوهم البنات. شوفوا هنا البنات، ماشي شرط يعني يكون عندكم باتور ولا فوي ولا حتى، المهم ليسونسيال لشتا باليد فقط ولا بالفوي الصغيرة عادي. كما راكم تشوفوا هنا كملت يعني فقط باش ذوبت هذاك شوية السكر، باش ضفت له هذيك سبعة ملاعق كبار تاع الزيت، عفوا الحليب، وزدت له الزيت. هنا الا حبيتوا تستغناو على الحليب يعني تقدروا تعوضوا، الا عندكم يعني ياغورت سائل بذوق الفانيليا ولا ذوق الموز يعني يعطيكم واحد البنة رائعة. هنا كما راكم تشوفوا خلطوا فقط المكونات هاد الكيكه، يعني كيكه يوميه تحبوا يعني تحطوها في مون صغير، ماشي شرط يعني ديروا لها الطبقه هذيك، ديروها فقط عاديه يعني كي طيب لكم شويه كونفيتور من الفوق يعني، وديروها يعني ديروها القهوه تاع العشيه ولا الصباح. هنا كما راكم تشوفوا زدت واحد الملعقه كبيره تاع خل، ما يهمش البنات ابيض ولا احمر، المهم ملعقه. عندي ايضا كيس خميره كنت يعني غربلته مع هذوك سبعه ملاعق كبار تاع الفارينة. هنا لا حبيتوها حبيتو يعني ديروا بذوق الكاكاو تقدروا يعني تنقصوا ملعقتين تاع فارينة زيدوهم كاكاو. هنا كما راكم تشوفوا المنتعي هذا اللي يتحل، انا كنت يعني دريت شويه فارينة باش ما يلصقليش، هو نورمالمون ما يلصقش لكن نتوما تفاديا لهذاك الالتصاق. هنا كما راكم تشوفوا فرغت الخليط، نحطه في الفرن درجة حرارة متوسطة، طيبوه البنات من تحت ومن بعد شعلوا عليه من فوق، وإلا كان الفرن تاعكم يعني يشعل من فوق ومن تحت طيبوها يعني مباشرة على نار متوسطة. نرجعوا هنا للطبقة الثانية تاع الفلو، هذه الطبقة تجي بنينة البنات يعني تجي مختلفة، يعني تبان لكم فلو لكن تجي كريمية. هنا عندي ملعقة صغيرة عفوا ملعقة كبيرة تاع نشا أو فارينة اللي متوفر عندك، عندي كيس تاع فلون فانيليا أو موز ذوق موز، عندي أيضا ملعقة تاع سكر اختيارية، لا تحبوا يعني الحلاوة بزاف تقدروا تضيفوا حتى الملعقة تانية لكن ملعقة يعني راح تكفي. هنا بالنسبة للحبة تاع الموز، وكما راكم تشوفوا هذا النوع تاع الكاطو ما يهمش أي بيسكوي عندك، أنا هنا صراحة كانوا ثلاث حبات لكن حطيت زوج حبات فقط. كما راكم تشوفوا حطوها على النار، تخلطوا كلش بارد في بارد، هذيك نصف لتر يعني هذا نصف لتر، خلطوا كلشي بارد في بارد حتى يبدا يعقد لكم يغلي الخليط، نحوه من على النار. كما راكم تشوفوا ضفت له هذيك الحبه تاع الموز، وايضا هذاك الزوج حبات تاع البسكوي كنت قطعتهم ونميكسيهم. هنا البنات اختياريه، تحبوا تضيفوا الموز تحبوا تنحوه واش متوفر عندكم، لكن هذه الاضافه تمد واحد الذوق لهذاك الفلون يعني يجي كريمي، وفي نفس الوقت تمد لكم واحد الطبقه لهذيك الكيكه. واش نقول لكم، خاصه الا خليتوها تبرد يا البنات، واش نحكي لكم يعني تنحي لكم على قلوبكم. هنا الاذواق كيما تحبوا يعني ذوق الفراوله شوكولا، يعني كل وحده وذوق تاعها، كاين ما يحبش فاني ولا ما يحبش ذوق الموز. هنا كما راكم تشوفوا ميكسيو مليح حتى تشوفوا الخليط هذاك يعني تميكسا مليح، تنحاو هذوك الحبيبات. هنا الا ما عندكش هاد البغا ميكسور يعني تقدروا كما نقولوا ترحيو في الروب البيسكوي وزيدوا ترحوا تعبزوا هذاك الحبه تاع الموز يعني وتضيفوها بلا ما يكون عندكم برا ميكسور، وخلطوا مليح وصفيو. هنا الا ما عندكش يعني ولا حطي كل شيء في المولينكس ولا الروبو واش عندك. هنا كما راكم تشوفوا صفيوا هذاك الخليط مليح، خليوا هذه الطبقه تبرد. عندي ايضا كما راكم تشوفوا هذوك الحبيبات البنات هذوك صغار يعني كاين اللي هما ما راحينش ياثروا لكم، لكن احسن انكم تصفوا الخليط باش يجيكم الخليط املس ومتجانس. هنا نصف لتر يعني درت لي طبقه متوسطه، يعني ما حبيتهاش طبقه تكون عاليه بزاف وما حبيتهاش تكون يعني قليله، لهذا يعني نصف لتر تاع حليب راح تكفيكم. هنا بالنسبه للموز، هنا حبه ولا حبتين يعني واش تحبوا تزينوا وتحبوا يعني تستغناو عليه نهائيا، ضيفوا مباشره هذاك صوص كراميل. كما راكم تشوفوا حطوا هذاك الموز كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. هاد الكيكه قلت لكم يعني والله صدقوني كي تجربوها تعرفوا يعني على واش راني نحكي لكم، خاصه الا خليتوها تبرد تبرد مليح. وهنا الطبقات انتم تحكموا فيهم، والكيكه قلت لكم يعني اعتمدوها راها خفيفه
ريشه ما شاء الله تصلح لكم كما نقولوا حنا للمناسبات ولا القهوه ولا الفطور الصباح. هنا بالنسبه لهذا الصوص كراميل يا البنات تجي واحد الصوص رائعه. عندي شوفوا كاس سكر، كاس ماء، وعندي ايضا ملعقه صغيره زبده، وعندي ايضا ملعقه صغيره نشاء او فرينه. هنا واش متوفر عندكم؟ انا جربتها من قبل بالنشاء صلحت لي، وجربتها اليوم بالفرينه وصلحت لي. يعني الا ما عندكش يعني تقدري تستغنى. يعني هنا كما راكم تشوفوا على نار قليله، كسرونه تاعكم لازم تكون يعني ثقيله شويه باش هذاك الكراميل تاعكم ما يتحرقش ويجيكم ذوق مر في هذاك الصوص كراميل. هاد الصوص كراميل تقدروا تستعملوها في لي كيك، تقدروا تحشو بها مثلا في بلاصه في مكان يعني تلموا مثلا البنيون، ولا صدقوني واحد البنه ما شاء الله في لي طارت يعني ما شاء الله. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما داب لي هذاك السكر ضفت هذيك الملعقه الصغيره تاع الزبده او المارغارين، من بعد هذيك الملعقه الصغيره تاع النشا او الفرينه تحلوها في هذاك الكاس تاع الماء كما راكم تشوفوا وصفي. وهنا صفيته باش اجتناب هذوك الحبيبات، تخلوها على النار. شوفوا البنات يبان لكم يعني تحجر، لكن مع الوقت النار قليله البنات يعني ما تزيدوش النار، مع الوقت البنات راح يدوب لكم هذاك السكر حتى تتحصلوا على صوص كراميل. هذا الصوص كراميل البنات تقدروا تحطوها في علبه محكمه الاغلاق في الثلاجه مده صلاحيه يعني حتى الشهر، يعني تقدروا تستعملوها لمده شهر. هاد لاصوص قلت لكم تجي بنينه بالبزاف وتجي ما شاء الله في البنه، يعني احسن من ديكوجيل ولا من هذيك الطريقه تاع لاصوص كراميل اللي بالعلبه تاع الياورت كراميل هذيك، يعني هذه اقتصاديه اكثر. كما راكم تشوفوا خلوا هذاك الخليط شويه يبرد لكم باش تحطوه على الكيك تاعكم. هنا كما راكم تشوفوا انا بالعاني يعني كثرت هذاك الكاس جاني سواسوا، لانه هذاك الكراميل البنات من بعدها كي يبرد وتقطعوا هذيك الكيكه ما تحتاجوش انكم تشربوا الكيكه تاعكم، هذاك الصوص كراميل هو اللي راح يغنيكم باش ما تشربوش يعني هذيك الكيكه. خلوها تبرد مليح كما راكم تشوفوا هنا، انا ما خليتهاش يعني تبرد مليح، جست بردت لي واحد الساعه ولا ساعتين. انتم الا بات يعني تفوت لكم ساعتين احسن واحسن. كما راكم تشوفوا لاصوص كراميل هذيك البنات تعاود تنزل، صدقوني مام هذاك الكيك راح يتشرب لكم هذيك لاصوص كراميل. هاد الكيك على قد ما نقول لكم رائعه، انا يعني صراحه ما نمدلكمش حاجه مانيش مجربتها ولا على بالي 100% باللي تعجبكم. ان شاء الله يا ربي تدعموني باللايك والمشاركه كما العاده. وعندي واحد التحيه صغيره لواحد المشتركه، يعني الحمد لله شوف من نهار بديت القناه وهي ما شاء الله تجرب في الوصفات، وتلاقيتها المره هذه نوجه لها تحيه كبيره كبيره وعلى بالها شكون هي، ونقولها حاجه يعني شرف ليا اني تلاقيتك وشفتك. هنا كما راكم تشوفوا الكيكه تاعي، شوفوا البنات كما قلت لكم هذاك الكراسوس كراميل عاود ينزل على هذيك الكيكه تجيكم شربه وتجي ما شاء الله وحد الذوق ما نحكي لكمش. هذيك الطبقه تاع الفلو قلت لكم تجي كريميه ما شاء الله. نتمنى تجربوا الوصفه تاع اليوم، وما تنساوش الجيم والبارطاج البنات باش القناه تكبر، وان شاء الله الله لا يغيبني عليكم وانتم ثاني. سلام في امان الله مع وصفات اخرى ان شاء الله، في امان الله.